أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. اعتصام النواب العراقيين متواصل وسط تفاقم الخلافات، والبرلمان يصوت غدا إلى حكومة التكنوقراط. فهل تجاوزت الأزمة الحكم والحكومة؟ السوريون ينتخبون برلمانا جديدا برغم الحرب ومنع الفراغ في السلطة، أبرز الرسائل. فما هي الأبعاد السياسية لإجراء الانتخابات؟ مساء الخير. إلى احتمالات مفتوحة صعدت أزمة الحكم والحكومة في العراق. رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي حدد يوم غد وعدا جديدا للتصويت على حكومة التكنوقراط قدمها حيدر العبادي لمح تحت ضغط نواب المعتصمين من معظم الكتل إلى الذهاب لخيار حل البرلمان. أما في الشارع فقد عاد التيار الصدري إلى خيار التظاهر تحت شعار المطالبة بتنفيذ الإصلاحات. فهل ينجح الرؤساء الثلاثة بتدوير الزوايا والخروج بحل لأزمة الحكم والحكومة؟ هذا إذن ما سنناقشه في المحور الأول من المسائية لهذه الليلة. أما في المحور الثاني فنتوقف عند الأبعاد السياسية لإجراء الانتخابات التشريعية في سوريا عشية انطلاق الجولة الجديدة من المباحثات في جنيف. ولعل أبرز الرسائل منع الفراغ في السلطة التشريعية ونجاح الحكومة السورية بالتالي للمرة الثانية بتنفيذ استحقاق دستوري بعد انتخابات الرئاسة. ولكن قبل مناقشة هذين الملفين نتوقف بداية مع موجز لأهم الأخبار. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن فرقة التدخل السريع الأولى تستكمل عملية تطويق الفلوجة بانتظار إصدار الأوامر للشروع بتحريرها. وأعلنت الوزارة أنها نجحت في فتح منافذ لخروج العوائل بالتنسيق مع القيادات في المحور الشمالي والغربي. من جهتها أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي إفشال هجوم لداعش في هيت ومقتل 40 مسلحا من التنظيم. كما بدأ الجهاز بتطهير ما تبقى من مناطق هيت من عناصر داعش. في سوريا تحتدم المواجهات في منطقة العيس بمحيط خان تومان في ريف حلب الجنوبي. المعارك التي وصفت بالعنيفة تدور بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والجماعات المسلحة من جهة ثانية. وقد اعترفت تنسيقيات المسلحين بمقتل أكثر من 40 مسلحا من النصرة في العيس. وأفاد مراسلنا بأن الجيش وحلفائه يسيطرون على محيط العيس وأن المعلومات تتحدث عن مقتل نحو 100 مسلح بينهم العشرات من الأجانب. لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الانتخابات السورية الحالية ضرورية لتجنب حدوث فراغ دستوري. لافروف أشار إلى أن الانتخابات ليست بديلا عن العملية السياسية التفاوضية ودعا الأطراف السوريين إلى الاتفاق على دستور جديد بشأن رؤيتهم للكيانات اللازمة لضمان انتقال راسخ لنظام جديد. كما أوضح لافروف أن هناك تفاهما بشأن صدور دستور جديد كنتيجة لهذه العملية السياسية تجري على أساسه انتخابات مبكرة. قالت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات هادي والتحالف السعودي تواصل خروقها للهدنة لليوم الثالث على التوالي، وأنها جددت محاولة التقدم باتجاه مديرية نهم شمال شرق صنعاء. وأكدت مقتل القائد الميداني لقوات هادي زيد الحوري و15 عنصرا في نهم. قصفت قوات هادي جبل السلطاء وشمال مفرق ضبوعة وجبل ملح والتلال الحمر وقرية الحول شمال شرق صنعاء. واتهمت وزارة الدفاع اليمنية بحرية التحالف السعودي بخرق الهدنة وقصف منطقتي ذباب والعمري غرب تعز جنوبي البلاد. أخلى الأمن الأردني مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقه بالشمع الأحمر. مصدر أمني أردني أفاد بأن قوات الأمن أخلت مقر الجماعة وأغلقته بناء على أوامر محافظ العاصمة على خلفية عدم حصول الجماعة على ترخيص قانوني. كذلك أغلق مقر الجماعة في محافظة جرش شمال العاصمة الأردنية. أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في دارفور في الاستفتاء على الوضع الإداري للإقليم الواقع غرب البلاد. ويفترض أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا يريدون الحفاظ على الوضع الإداري الحالي لدارفور المقسم إلى 5 ولايات أو دمجها في منطقة واحدة. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني رسميا عن انتهاء التمرد والحركات المسلحة في الإقليم، وذلك بعد بسط قوته سيطرتها الكاملة على منطقة سرونق آخر معقل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور. ختاما عودة إلى المسائية وإليك لنا. شكرا دينا.
إذن بانتظار صدور نتائج الاجتماعات الماراثونية لحل الأزمة السياسية في العراق، يبدو استمرار البرلمان في عمله على المحك بعد مطالبة النواب المعتصمين فيه بحله، وهو مطلب بات معروفا أنه مرتبط بالخلاف العميق بين الكتل السياسية حول آلية إصلاح عمل الحكومة وتغيير وجوهها، بما يفضي إلى مكافحة الفساد. محمد محسن. إلى 174 نائبا ارتفع عدد المعتصمين داخل البرلمان العراقي، جزء منهم يطالب بإقالة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ومع هذا المطلب تذهب الأزمة السياسية في العراق نحو مزيد من التأزم. مصدر نيابي مقرب من رئيس البرلمان سليم الجبوري أفاد بأن الجبوري يدرس احتمال حل البرلمان، فالجلسة العاجلة التي دعا إليها عدد من النواب باءت بالفشل. هنا يعتصم نواب التيار الصدري وعدد من نواب ائتلاف دولة القانون ونواب عن محافظات عدة كنينوى والأنبار ونواب مستقلون. ثم من يهمس عن انقلاب جزء من النواب على رؤساء كتلهم السياسية، والأصل في ذلك هو رفض لائحة الأسماء التكنوقراط الأخيرة التي اقترحها العبادي، فهي في نظرهم لائحة محاصصة حزبية بستار تكنوقراطي، وهكذا يعدونها انقلابا على الاتفاق السابق بتأليف حكومة تكنوقراط بعيدة عن منطق المحاصصة الحزبية. عنصر يضاف إلى ما بات شبه مؤكد عن وجود خلاف داخل التحالف الوطني الحاكم الذي بدأ جزء من أقطابه بالحديث عن مستقبل العباد السياسي. اشتداد العقد داخل البرلمان له وجه آخر في الشارع. عادت التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح. في البصرة قطع عدد من أنصار التيار الصدري الطرقات أمام مبنى المحافظة ورفعوا شعارات ترفض المحاصصة. هؤلاء في بغداد يرفعون الشعار نفسه: عودة الأزمة إلى الشارع لا تريح ساسة العراق. وربما تعطي هذه المرة دفعا أكبر للخروج بحل يقنع الجميع، وهو الأمر المستصعب تاريخيا في سيرة العراق. ونناقش هذه التطورات العراقية، حيث ينضم إلينا من بغداد النائب عن تحالف القوى العراقية سيد مشعل الجبوري. أهلا بك سيد الجبوري. سأبدأ معك صراحة من آخر تطورات وما فهمنا عن اجتماعات حصلت بين الرؤساء الثلاثة واجتماعات أخرى حصلت بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية. هل علمتم شيء من نتائج ربما قد تخرج بها هذه الاجتماعات الماراثونية اليوم؟ يعني أولا مساء الخير على مشاهدي الميادين. نحن لا ننتظر خيرا من اجتماعات رؤساء الكتل ولا الرئاسات الثلاث، لأننا يعني لطالما انتظرناها وولدت لنا فأرا. احنا اليوم نعول على ما سيحدث على أرض الواقع، لا ننتظر أن يقدموا لنا عروض لا نصدق بهم بعد. نحن الآن مطلبنا الأول إقالة رئاسة البرلمان التي نعتبرها المتسبب في إعاقة محاولات العبادي المجيء بحكومة تكنوقراط حقيقية بعيدة عن المحاصصة الحزبية. ونعتقد أن رئيس البرلمان ونوابه باعتبار القرار في مجلس النواب ثلاثي بين يعني الرئيس ونائبيه ابتدعوا بدعة غير مسبوقة في تاريخ مجلس النواب الذي أنا عضو فيه منذ أول مجلس قد شكل في 2005، المجلس الوطني المؤقت. لم يسبق أن جاءتنا حكومة وحولناها على رؤساء اللجان، لأن هذه الحكومة لا تمثل إرادة الطبقة السياسية، لأن رئاسة مجلس النواب الثلاثية كل منهم يمثل اتجاها سياسيا، ووجدوا في حكومة العبادي التي قدمها غياب لهم واستبعاد، فحولوها على اللجان وشهروا بالمرشحين وأساءوا لهم وأسقطوهم، ثم جاءوا وكسبوا وقت ومددوا المدة ولم يحترموا ما اتفقنا عليه بأننا نأتي أو أنهم يأتون إلينا بحكومة مستقلين. الأمر الذي فاجأنا بأنهم قدموا لنا حكومة أحزاب، يروح إبراهيم الجعفري من الحزب يجي واحد من حزبه من نفس الحزب، يروح حسين الشهرستاني يجيب صديقه ومن حزبه، يروح النائب مال الوزير التربيه مال الحزب الاسلامي مال سليم الجبوري، سليم الجبوري يجيب موظفه في مكتبه يعينها وزير التربيه، لم تشتغل حتى معلمه.
الطريقة التي تآمروا بها على حيدر العبادي وتآمروا بها على الإصلاحات وإصرارهم ووقعوا ما يسمى باتفاق الشرف والذي بموجبه قرروا أن يشكلوا من أنفسهم مجلس السياسات، وهم ليس لهم أي عناوين، يعني مو فقط الرئاسات الثلاث، من سموهم قادة الكتل السياسية وبعضهم عبارة عن لصوص وقطاعي طرق. ثم قرروا أن هذا المجلس وهذا الموقعين على الاتفاق يشكلون من بينه لجنة تختار رؤساء الهيئات المستقلة والدوائر والسفراء وإلى آخره، ودون أن يحترموا رأي الشارع، دون أن يحترموا البرلمان. وعندما عرض رئيس البرلمان الحكومة الجديدة بحضور رئيس الوزراء ولاحظ أن حكومته الحكومة الجديدة غير مرضي عليها، طرق الطاولة وقال ترفع الجلسة بما يثبت عدم احترامه للبرلمان. ولذلك يعني أنت تقول سيد مشعان أن الآن هناك مؤامرة على رئيس الحكومة حيدر العبادي يقودها رئيس البرلمان؟ لا، أنا أقول إن رئيس البرلمان أعاق رغبة حيدر العبادي في الاستجابة إلى مطالب الجماهير، وأعاق ما اتفقنا عليه أن تأتي حكومة مستقلين تدير البلاد من الآن إلى الانتخابات، وفرض مع مجموعة أخرى من قادة الكتل السياسية على حيدر العبادي أنك أو تقبل بأن كل كتلة سياسية لديها وزارة يقال الوزير الأول يأتي بدله من ذات الحزب. ونعتقد ونؤمن ويقينا وعدنا وقائع تشهد أن الرئيس سليم الجبوري ونوابه كانوا يقفون وراء إعاقة حيدر العبادي، ونلوم حيدر العبادي، ولذلك طلبنا بسحب الثقة عنه لأنه خضع لهم واستجاب. اليوم يبدو أن سيد الجبوري يطلب يعني رئيس البرلمان يطلب بأن يكون هناك حل البرلمان وانتخابات مبكرة. ما رأيكم بهذا الحل أو المخرج للأزمة؟ شوفي، أولا أنا أكد لك أن الرئيس الجبوري لا يجرؤ أن يحل البرلمان ويذهب إلى انتخابات مبكرة، والسبب هو يعرف وكل قادة الطبقة السياسية أن أي انتخابات مبكرة ستجعل الشعب يحاسبهم ويعتبرهم المسؤولين عن إفقاره وتهجيره وتدميره والبطالة والفساد وال 800 مليار التي بددت خلال 10 سنوات الماضية مسؤولة عنها هذه الطبقة السياسية، وأي انتخابات مبكرة ليست لصالحهم. ولكنه يلوح ومن الظهيرة يسرب لنا أخبار مع بعض وسائل الإعلام ومع بعض المقربين منه بأنه إذا استمرينا في الاعتصام سيطلب من رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان. هو رئيس الجمهورية يستطيع أن يحل البرلمان ولكنه لن يفعل، وذهب ربما إلى رئيس الجمهورية ولكن ليس ليحل البرلمان، وإنما ليبحثوا لأنفسهم عن مخرج. نحن لا مانع لدينا ونرحب بحل البرلمان وانتخابات مبكرة، ولكن أي حل البرلمان قبل أن نشرع قانون نخفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى النصف على الأقل، لأننا الآن عدد كبير وهائل ويشكل عبء بيروقراطي وإعاقة للعمل وعبء على الدولة مالي وأمني وإلى آخره. ثانيا، يجب أن نذهب إلى قانون انتخابات جديد غير الذي جعل قادة هذه الكتل السياسية النهابة يجثمون على صدور الشعب العراقي لسنوات أخرى. ولكن ولذلك سيقر هذا البرلمان يعني قبل أن يحل لازم يعني نأتي إلى قانون جديد، ليس قانون القوائم المغلقة ولا قانون ما بعرف إيش هذا اللي جابوا لنا إياه بالأخير الأمريكان. نحن نريد قانون كل من يحصل على أصوات يفوز، وليس الآن عندنا نواب موجودين جايين بألف يعني أنتم عمليا ونائب محصل على إذا كنتم ترحبون بأن تحصل الانتخابات مبكرة، أنتم عمليا لا تفضلون أيضا أن يكون هناك أو لا تريدون أن يكون هناك انتخابات مبكرة، لأن الشرط الذي تضعه سيد مشعان يعني غير قابل للتطبيق في المرحلة الحالية بوجود كل هذه الخلافات بين القوى السياسية. من سيقر قانون جديد غير البرلمان الحالي؟ أولا أتكلم الآن دستوريا، نحن لدينا قانون انتخابات، تعديل قانون الانتخابات بإمكاننا أن ننجزه خلال 30 يوم وليس أكثر. نحن الآن نريد أن يذهب رئيس الوزراء
رئيس البرلمان عفوا ومن معه ونائبيه غير مأسوف عليهم، ونأتي برئاسة جديدة. هذه الرئاسة الجديدة تقدم لنا اللجنة القانونية تعديل لقانون الانتخابات، ثم نستبدل مفوضية الانتخابات وقانونها ونحل مفوضية الانتخابات، ونأتي بمفوضية مستقلين. نحن الدولة الوحيدة في العالم التي اسمها المفوضية المستقلة للانتخابات، ومجلسها يتكون من ممثلي أحزاب السلطة الجاثمة على صدر الشعب العراقي. نحن نريد مفوضية انتخابات مستقلة فعليا، وقانون انتخابات، ثم فليحل البرلمان ونذهب إلى انتخابات مبكرة. سيد مشعان سينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ عدنان فرج الساعدي، وهو كاتب ومحلل سياسي، وطبعا يحدثنا من بغداد عبر الهاتف. أهلا بك سيد عدنان. بداية أريد أن أعرف رأيك بالحل، إذا كنت سمعت سيد مشعان ماذا يتحدث، أو الحل الذي اقترحه فيما يتعلق بالانتخابات، وبالتالي هل العراق اليوم أمام أزمة في الحكم أم أزمة يعني تيارات سياسية، أزمة سياسية عادية من الممكن أن تمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح جدا العراق يمر بأزمة سياسية وممكن حلها بسهولة. المشكلة الحقيقية اليوم هي مشكلة أحزاب، هي مشكلة عدد من الكتل السياسية التي تعتقد أن كثير من الفرص قد ضاعت منها، وبالتالي اليوم كل يغني على ليلى. إذا رأيت الموجودين اليوم داخل البرلمان غريب جدا أن يتوافقوا على أي شيء. التصريحات النارية هي سمة كبيرة بين هؤلاء. أي شخص مراقب اليوم في العراق يستطيع أن يرى من خلال النت فقط، يرى عشرات التصريحات المتناقضة والنارية بين هذه الكتلة وتلك. والآن هم جالسين على الأرض يقولون نحن مستسلمين ضد الكتل السياسية. في واقع الأمر ليس هناك اعتصام ضد الكتل السياسية أو رؤساء الكتل السياسية. واقع الحال يقول بمجرد أن يشير رئيس الكتلة بإصبعه تنسحب الكتلة بكافة أعضائها. ولكن هناك أهداف أخرى من هذا الاعتصام. ما هي هذه الأهداف؟ يعني قلت ان عدد من الكتل قد تاثرت. مثال لنفترض ان الكتله الصدريه اليوم تطالب بحكومه تكنوقراط. واضح جيد جدا التكنوقراط ممكن ان يحتاجهم الناس. احنا نظامنا برلماني اختي العزيزه، نظام برلماني لما تكون الكتل السياسيه بنسب معينه، هذا 33%، هذا 40%، هذا 10%. بس الكتلة الصدرية تريد تشكيل يعني حكومة لا تخضع للمحاصصة، كان موقف واضح من السيد مقتدى الصدر يعني. ممتاز، لا تخضع للمحاصصة، ولكنهم قبلوا بالمحاصصة لمدة 10 سنوات أو أكثر، 12 سنة. ممتاز. الآن هذا غيروا رأيهم الآن. غيروا رأيهم، إذا أكو انتخابات جديدة، انتخابات جديدة تأتي بعد 2 سنين. في عندنا انتخابات مجالس بلدية المحافظات. يعني أنت توافق سيد عدنان، أنت توافق على أن هناك طرف يعني سياسي، تحديدا طرف رئيس البرلمان ومن يؤثر عليه، لا يريد أن تكون هناك تشكيل لحكومة تكنوقراط؟ لا لا لا، حقيقة مشكلتنا بالعراق، أنا قلت هذا ولدي مقالات ولدي آراء. الحقيقة ليس مشكلتنا في العراق التكنوقراط، المشكلة الحقيقية هي مشكلة الكتل والمصالح. اليوم الكثير من الوزراء يعني في الدورات السابقة في الحكومات الوزارية السابقة وعلى مدى يمكن 4 حقب وزارية أو أكثر كان هناك وزراء جيدين، ولكن اليوم يقولوا أن نريد مستقلين وتكنوقراط. وهذه كذبة كبيرة. طيب. حقيقة ليس هناك مستقلين. حتى المستقلين هم هناك أكو خوف، أكو ميليشيات، أكو وضع آخر. طيب سيد عدنان إذا تسمعيني، مجرد أن يأتي الوزير المستقل ويجلس على كرسيه ويستمر بأمر تلك الكتلة أو تلك الكتلة الأخرى، هذا واضح؟
يعني لا يمكن أن تقوم حكومة تكنوقراط في العراق، سنناقش هذه النقطة بعد قليل، ولكن سنذهب الآن إلى تقرير، عفوا سأسألك عن هذا الموضوع بعد قليل سيد عدنان، ستبقى معنا لو سمحت، وأيضا الأستاذ مشعان جبوري. ولكن هذه الخلافات السياسية التي نتحدث عنها في العراق تتفاقم إذن بين الدعوة إلى حكومة تكنوقراط أو حكومة كفاءات من الكتل السياسية، لكن الأزمة ربما تتجاوز الحكم والحكومة. قاسم عز الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة إلى حكومة تكنوقراط مستقلة عن القوى السياسية والمحاصة الطائفية تصطدم بتجاذبات الكتل السياسية الحريصة على مواقعها في الحكم، لكنها تواجه أيضا عدم فعالية التعويل على التكنوقراط في القضاء على الفساد كما يأمل السيد مقتدى الصدر والحركة المساندة للتغيير. المحاصة وتقاسم السلطة بين الكتل السياسية هما جزء من منظومة تفتيت وفساد أرساها الاحتلال الأمريكي في العراق بحسب ما يتقاطع في القول معظم الباحثين العراقيين. التعويل على تغيير المحاصة أملا في تصحيح منظومة استفحلت تعقيدات فسادها قد يحمل في طياته احترابا داخليا على السلطة فضلا عن صراع مراكز النفوذ الإقليمية والدولية. في هذا السياق يحط جون كيري في العراق لدعم الاستقرار السياسي بحسب تعبيره، بينما يكشف إياد علاوي عن رفضه مناشدة إيرانية تحثه على المشاركة في حل أزمة الحكم. العراق واقع تحت أزمة معيشية خانقة سببها الغزو الأمريكي في تدمير مقومات الحياة مدخلا لغزو المنطقة وشرذمتها، وهو مهدد بداعش الذي يحتل أراضيه. لكن واشنطن تحرم العراق من إزالة تهديد داعش في حرمان الجيش العراقي من أسباب القوة والتسلح وفي انتقاء من يصلح لقتال داعش ومن لا يصلح من العراقيين. واشنطن اتخذت العراق مدخلا لوجودها في المنطقة وتتخذه سياسة في تقاطع المصالح مع داعش والنصرة في المنطقة. في هذا الإطار يسعى السيد حسن نصر الله مع السيد مقتدى الصدر ووفود عراقية أخرى في بيروت لخريطة طريق أولويتها ربما إزالة تهديد داعش في المنطقة مدخلا للعراق. أزمة المنظومة في العراق عبء على المنطقة يزيدها فساد الحكم أثقالا، لكن الفساد ربما هو أكثر تعقيدا من شوكة يمكن التخلص منها بقلعها. ربما مع هذا التقرير سنفتح بعدا آخر للأزمة العراقية، ولكن قبل ذلك سيد مشعل الجبوري، وردنا منذ قليل أن سيد إياد علاوي انضم إلى المعتصمين. هل كل المعتصمين في البرلمان يعني النواب أنتم متفقون على هدف واحد؟ يعني شوفي، المؤسف أن الطبقة السياسية في العراق والأحزاب عندها مخالب ومفكرين وكتاب وإلى آخره، ويعني المحزن أن توجه لنا اتهامات ليست فينا. نحن 17 نائب من اتحاد القوى، ورئيس اتحاد القوى هو الرئيس سليم الجبوري. نحن في مقدمة الموقعين على قائمة 174 شخص أو 71 الذين طالبنا باستقالته، ولا أصبع رئيس كتلة ولا أنفه ولا إيده ولا رفع رجله راح تغير موقفنا. احنا نواب أحرار نمثل إرادة الناس، ولو لا نفعل ذلك سيسقطنا المجتمع. المجتمع حاقد على مجلس النواب، ومن لا يتخذ موقفا متعاطفا ومؤيدا ومساندا للحراك الذي قاده السيد مقتدى الصدر وقادته كتلة الأحرار ربما بيئته ترفضه. نحن 17 نائب من الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد أعضاء في اتحاد القوى. وقبل أن أتيكم الآن، أنا جئت من البرلمان وكنت أعرف أن الأخ الرئيس إياد علاوي سيصل إلى البرلمان، وجئت إلى الاستوديو. نحن اتفقنا وحسمنا أمرنا. طبعا ما أخفي عليك، هناك ضغوط تقول لنا لماذا تقيلون الرئيس السني سليم الجبوري؟ يجب أن تطالبوا بإقالة الرئيس الشيعي حيدر العبادي وتسحبوا منه الثقة، وتقيلوا رئيس الجمهورية
أو تسحب الثقة من رئيس الجمهورية الكردي. طبعا كلام عاطفيا. في أصوات تطالب بإقالة السلاسة. نعم أوكي، ونحن طالبنا بإقالة الثلاثة وقدمنا الطلب بإقالة الثلاثة، ولكن شكليا ودستوريا لا يتحقق الأمر مرة واحدة. لا يستطيع مجلس النواب أن يصوت على الثلاثة في مرة واحدة. مجلس النواب له الحق أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء، نعم بسرعة. له الحق بإقالة الرئيس ونائبيه، نعم. موضوع رئيس الجمهورية أكثر تعقيدا بصراحة. أكثر تعقيدا، لأن هذا الدستور كتب بعقلية أرادت أن تعطي الأكراد ميزة على الآخرين، وفصلوا بالطريقة التي تجعلهم عندهم قدرة أن يفعلوا ما يشاءون دون أن يستطيع أحد المساس بهم. اليوم نحن بغض النظر من يوجهنا، أنا أقول وكنت الآن أتكلم مع الإخوان من كل الكتل، نعم هناك بعضنا زملاء ربما ينتمون إلى كتل متضررة، ربما ينسحب 2 3 4 5 دخلوا معنا من أجل التخريب، ولكن الأغلبية وفي مقدمة هذا التجمع كتلة الأحرار هم عاقدون العزم، وبيننا وبينهم عهد لن نتخلى عن الاعتصام إلا بإسقاط رئاسة مجلس النواب، ثم تأتي حكومة تكنوقراط لا يشارك فيها الأحزاب، ومن مرشحين لا يرشحهم الأحزاب أو لا ترشحهم الأحزاب، ربما نقبل حتى بحيدر العبادي. احنا زعلانين من حيدر العبادي. حيدر العبادي ليس فاسد، حيدر العبادي خذلنا، أنطى أمامنا تعهدات والتزامات بأنه سيشكل حكومة مستقلين، وجاء بها بأخطاء شكلية، ثم عندما انهالت عليها الآلة الإعلامية للأحزاب تخلى عنهم ولم يكلف نفسه حتى الدفاع عن مرشحيه، ورأسا جاءنا بمرشحين جدد. هاي مشكلتنا مع السيد حيدر العبادي، ولذلك لا نعتبر أن مطلب إسقاط حيدر العبادي هو مطلب ذو أولوية الآن. إذا حيدر العبادي يعود إلى مربع الالتزام في مكافحة الفساد وإنهاء هيمنة الأحزاب السياسية على العملية السياسية في العراق، أنا أعتقد أن أمامه فرصة أخرى. أتكلم مو عن نفسي مش عن الجمهورية، ربما أنا أريد أزول حيدر العبادي، أتكلم عن المزاج العام بال171. نحن من الظهر قاعدين مع بعض نتداول نتكلم وسنبقى إلى بكرة الصبح وإلى أن نحقق هدفنا. هكذا الجو العام ده، أصدقكم القول وأصدق المشاهدين، هذه هي الحقيقة. لا مفاوضات ولا مساومة على إصرارنا على إسقاط رئيس البرلمان المعطل الرئيسي. وأضيف من عندي كمان وأتحمل مسؤوليته، هناك قناعة أن الرئيس سليم الجبوري ينتمي إلى الحزب الإسلامي، أي إلى الإخوان المسلمين، ونعتقد الآن ونحن العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين نعتقد أن سليم الجبوري عقائديا لا يريد لحكومة يقودها الشيعة أن تنجح في العراق لأسباب تتعلق بعقيدته الطائفية، ولذلك عندما شاهد أن حيدر العبادي قد يقدم رؤية جديدة راح التف عليه وسوى كل هذه المؤامرة الخطيرة حتى يرغب حيدر العبادي أن يقدم لنا مرشحين قشعروا بدننا، استفزوا رجولتنا ومشاعرنا ووطنيتنا وأخلاقنا وإنسانيتنا. ولذلك ما قدرنا ننام الليل إلا أن نتفق على أن نمضي في إقالة سليم الجبوري ومن وقع معه فيما يسمى بالاتفاق السياسي. هذه مجموعة من زعماء الأحزاب أنا أعمل معهم من عام 1990 في المعارضة العراقية، وأعرف كيف طبخت الأشياء من مؤتمر صلاح الدين إلى مؤتمر نيويورك لندن وصلاح الدين 2003. سيد مشعل، هم نفس الوجوه نفس الأحزاب، يعتقدون لهم فضل على الشعب العراقي وجايين يأخذون من الشعب العراقي يعني حق على أساس هجرتهم وحق عملهم المناهض لصدام حسين، في حين هم لا فضل لهم في إسقاط نظام صدام يعني حسين. أنت بكل غزوا من 30 يعني دولة أنت اليوم هو الذي أسقط هذا النظام. بكل وضوح تقول أن رئيس البرلمان ورئيس الكتلة يعني هو رجل طائفي. صحيح، أنا أقول إن دوافع طائفية
تستند إلى عقيدة دينية مذهبية وهابية هي التي جعلت سليم الجبوري يعيق محاولات حيدر العبادي تشكيل حكومة من التكنوقراط. طيب. وهذا البلد لا يستعدل إذا سليم الجبوري رئيس البرلمان. إذا ومن خطأ الشيعة الكبيرة القوى الإسلامية الشيعية إنها وجدت في الحزب الإسلامي أي الإخوان المسلمين الذين أصبحوا في أغلب دول العالم الآن منظمة إرهابية، هم اعتبروا أن الحزب الإسلامي هو شريكهم في السلطة في وفي إدارة البلاد حتى يعمقوا الخلافات بين مكونات الشعب ويجرون إلى الصراع ويتسبب بالكارثة التي نحن فيها الآن. طيب سيد عدنان فرج السعدي، ما رأيك بهذا الكلام لسيد جبور؟ يعني بداية هناك أمور مضحكة. الدكتور أياد علاوي الذي كان عضوا في مجلس النواب من عام يعني للدورة 2010-2014، هذا النائب هذا السياسي المحنك لم يحضر ثلاث جلسات في تلك الدورة، أربع سنوات هو لم يحضر ثلاث جلسات. والزميل الضيف الأستاذ الضيف الأستاذ الجبوري هو اعترف بنفسه في قناة الاتجاه قبل أيام أنه استلم كوميشن أو رشوة من أحد التجار مقابل أن يسكت على يعني فد عملية فساد معينة. هو اعترف والفيديو موجود الآن داخل اليوتيوب. أنا أقول يعني كثير من النواب الموجودين الآن ضمن المعتصمين، يعني أعطيك مثال، هناك يعني كتلة كبيرة جدا ترفض أن تكون الهيئات المستقلة تخضع لنظام التكنوقراط المهنية للمستقلين، ترفض، وفي نفس الوقت تعتصم ضد يعني ضد عملية يسموه يعني كلا برؤساء الكتل نريد حكومة التكنوقراط. هم في حكومة التكنوقراط لم يوافقوا، يريدوا أن يصروا أن يكون لهم عدد من الوزراء بقدر كتلتهم ويعتبرون استحقاقا انتخابيا، وفي نفس الوقت يعتصمون وهم 30 أو 40 يعتصمون ويقولون نحن نريد يعني حكومة مهنية تكنوقراط، وفي نفس الوقت لا نريد الجبوري، لا نريد العبادي، لا نريد رئيس الجمهورية معصوم. وبالتالي يعتقدون هذه الكتلة تعتقد أن هناك فرصة لزعيمها الأكبر بالرجوع وهو السيد المالكي مثلا. كتلة أخرى لديها فكرة أخرى في هذا الجانب. أنا لا أقول أننا ضد التكنوقراط، لكننا كباقي العالم هناك نظام برلماني، والبرلمان عندما تنتخب الكتل وتحصل على نسب انتخابية يكون لها استحقاق انتخابي، عندما لا يرضى الجمهور على هذه الكتل يستطيع أن يغيرها في القادمة. إذن ما الاستعجال في هذا الأمر؟ مباشرة نتحول من نظام برلماني انتخابي إلى تهديم البرلمان أو حل البرلمان أو طرد رئيس البرلمان واتيان جديدة يقال لها مستقلين وهي في الحقيقة غير مستقلة. الكل يعرف في العراق أن الأسماء التي تطرح هي غير مستقلة، هذا شيء واضح ست. نعم. طب يعني سؤال سريع سيد عدنان، لماذا هناك تعثر في قيم حكومة مستقلة فعلا؟ يعني حتى أنت تقول أن المعتصمين لا يريدون حكومة تكنوقراط، مع العلم أن يعني الكلام مختلف، ما نسمعه منهم هو مختلف تماما عما أنت تقوله. لماذا برأيك مستحيل أن تقوم حكومة تكنوقراط في العراق؟ ليس مستحيلا. أقول لو وافقت جميع الكتل على أن يكون هناك أناس تكنوقراط مهنيين مستقلين، لكن من أين أتي بهم؟ اليوم بصراحة الكل متحدث، اليوم حتى من رشح من أسماء من كتل تنادي ضد المحاصصة وترفع هذا الدعوى عاليا لكنها تأتي بأناس موالين لها. هذا الذي نعم اليوم في الدوائر الحكومية في الوزارات هم موالين، بل يضعون صور رئيس الكتلة وراء ظهورهم وهم يقولون مستقلين. بالتالي حقيقة الأمر هذه شعارات. سيد عدنان أنا ضربت لك مثلا
عذرا انا مضطر على مقاطعتك لانه لم يتبقى لدينا وقت كثيرا للمسائيه، ساختم مع سيد مشعل الجبوري. ماذا انتم بفاعلون؟ يعني ماذا ما هو يعني الافق الان لهذه المرحله السياسيه؟ لن تفك الاعتصام قبل ان يستقيل رئيس البرلمان، او ربما يكون هناك حل بتمرير التشكيله الاساسيه التي قدمها السيد حيدر العبادي، هل تقبلون بهكذا حل؟ يعني حتى لا نعبر الأشياء، ضيفك المحترم تحدث عني بشكل شخصي، ومضطر أبين للجمهور لأن الجمهور سمعوا اتهامه وما سمعوا وجهة نظري، فإذا ما عندك مانع يعني أتوقف لحظة عند هذه النقطة. هذا حقق سيد. أنا قلت في الاتجاه وفي غيرها، وأقول عبركم الآن، كل الطبقة السياسية في العراق فاسدة، كل الأحزاب لها مكاتب استشارية، نحن مسؤولين عن تبديد 850 مليار دولار كافية لإقامة الدول بالصحراء من جديد دون أن نبني سد أو مستشفى، ونعاني من أزمات، وثلثي شعبنا تحت خط الفقر يعيشون على صدقة الرعاية الاجتماعية أم 100 دولار شهريا. وقلت أيضا كلنا ننتفع، وحتى لا أقول أنا يعني القديس وزملائي كلهم فاسدين، قلت نحن أما مرتشي فعليا وسارق ومنتفع من هذه الأموال وبشكل مباشر، وأما ساكت عن الفساد، وأنا أقصد زملائي النواب، وأما ساكتين على الفساد ولذلك نتحمل المسؤولية ونكون كلنا فاسدين بالضرورة، وجميعنا، وأنا قلت عن حالي حتى أساوي نفسي بهم لأني عندي وثائق على سرقتهم 100 مليار، وعندي 70 قضية في هيئة النزاهة ضد وزراء ونواب ورئيس الوزراء والزعماء وقيادات سياسية. فقلت أيضا أنه أنا أيضا أخذت أموال حتى أساوم على قضية أتولاها، ولكني لم أساوم ولن أساوم طوال عمري على أي قضية وطنية. ولكني أرجع أؤكد للأسف الشديد، نحن لا أقول كل النواب فاسدين، أكو نواب أشرف من مشعل الجبوري وناس، ولكنهم سكتوا على الفساد. نعم. فلذلك يعتبرون يتحملون مسؤولية الفساد الذي حل في بلادنا. نعم. نحن لم نستجوب وزير، أختي العزيزة 850 مليار سرقت، يا ستي 500 مليار دولار سرقت، لم نستجوب وزير. هذه الطبقة السياسية لم تسمح لنا باستجواب وزير، ولدينا وقائع سرقة، أنا قدمت وقائع على قيام نائب رئيس الوزراء بالاستيلاء على تريليون دينار، حوالي 700 مليون دولار، لكنه لم يحقق معه أحد. لم يتبقى لدينا وقت صراحة سيد مشعل. أنتم ستبقون في الاعتصام، أريد منك يعني جوابا سريعا على ماذا سيحصل في المرحلة المقبلة. سنبقى في الاعتصام حتى إسقاط رئيس البرلمان ونائبيه، ولا لا حل آخر. حديث. لا حل آخر غير هذا يعني. ليس لدينا حل آخر بتاتا، سنبقى معتصمين، وإذا رئيس البرلمان استطاع أن يجيش أو يفشل الجلسات، وإذا بعض رؤساء الكتل السياسية سيضغطون على بعض النواب أو يبتزوهم لأن ينسحبوا ولا يصوتوا معنا على إقالة الجبوري، فسنستعين بالشارع على كل هذه الطبقة السياسية ليكون عندها شعارنا شلع قلع. شكرا لك نائب عن تحالف القوى العراقية مشعل الجبوري، كنت معنا من بغداد، وأيضا أشكرك سيد عدنان فرج الساعدي الكاتب المحلي السياسي أيضا من العاصمة العراقية. وتتابعونا في المسائية بعد قليل. أي أبعاد سياسية يحملها إجراء الانتخابات التشريعية في سوريا؟ أهلا بكم من جديد إلى المسائية. بأكثر من 7000 مركز انتخابي اقترع السوريون في مناطق سلطة الدولة لانتخاب برلمان جديد، وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3000 مرشح على 250 مقعدا. الانتخابات التي مدت 5 ساعات شهدت إقبالا ممتازا حسب توصيف اللجنة القضائية. كيف كان إذن يوم سوريا الانتخابي؟ محمد الخضر.
يوم انتخابي طويل عاشته المحافظات السورية. السابعة صباحا كانت نقطة انطلاق أكثر من 7000 مركز انتخابي في 15 دائرة. إقبال بدا باردا ثم اشتد بدرجات متفاوتة خلال ساعات النهار. ناخبون عقدوا العزم على الإدلاء بأصواتهم وإيصال رسائل متقاطعة بمضمونها. جايين نمارس حقنا الانتخابي وننتخب إن شاء الله من هو أفضل وبيخدم مصالح الشعب لهالبلد. شاركت طبعا العملية الانتخابية والكل لازم يشارك، نحن كسوريين لازم نشارك لأنه بالنهاية مثل الشعب يمثلنا، بيمثل البلد، يمثلنا كلياتنا كسوريين. ما نتمنى أنه بكرة بس يفوز بالانتخابات مثل السنوات اللي قبل أنه نسوا ما تذكروا حدا. تحضيرات لوجستية مبكرة، اختيار مراكز الانتخاب في مؤسسات حكومية مؤمنة، مراكز تتوسط مراكز سكانية كثيفة. في الداخل أنجزت اللجان مهماتها، عملية راعت المعايير القانونية من غرف سرية وتدقيق بالبطاقات. نقوم بتأكد من هوية الأخ المواطن وتدوين بياناته الذاتية في سجل الاقتراع، ونقدم للمواطن مغلف وورقة الاقتراع فيدخل إلى الغرفة السرية ويمارس حقه بحرية وشفافية وديمقراطية. الإقبال على المراكز الانتخابية دفع اللجنة القضائية العليا إلى تمديد العملية 5 ساعات. جولات ميدانية وتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية كونت صورة مشجعة لسير الانتخابات. الحقيقة حتى هذه الساعة لم يردنا أي شكوى ولا في أي مركز انتخابي. العملية الانتخابية تتم بشفافية مطلقة وبسلاسة دون أي عوائق أو إشكالات. من خلال جولاتنا الميدانية لاحظنا أن هناك إقبال ممتاز جدا، إقبال كثيف على المراكز الانتخابية. إعلان نتائج الانتخابات والنسب الدقيقة للمشاركين ستعرض في مؤتمر صحفي، فيما تتم عمليات فرز الأصوات في المراكز الانتخابية وبإشراف اللجان الفرعية. مر اليوم الانتخابي في سوريا بسلام، نجحت الحكومة السورية في التحدي. انتخابات تشريعية مع حضور كثيف بحسب اللجنة القضائية العليا ودون شكاوى تذكر. محمد الخضر، دمشق، الميادين. على هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج تاون دكتور داود خير الله. أهلا بك دكتور خير الله. إذن كما استمعنا في التقرير إلى التقييم الحكومي لهذه الانتخابات، إلى المشاركة، إلى كل الأجواء التي رافقتها والتي كانت أجواء هادئة في ظل حرب يعني تعيشها سوريا، في الواقع البعض يعني ينظر بأهمية بالغة إلى هذه الانتخابات والبعض الآخر يقلل ربما من هذه الأهمية. أنت برأيك دكتور خير الله ما أهمية ما حصل اليوم من انتخابات في سوريا بالتزامن مع بدء المحادثات أيضا في جنيف؟ أولا سوريا عليها أن تتصرف كدولة ولا تستطيع تعطيل المؤسسات الدستورية وبالتالي شرعية الحكم لأي سبب من الأسباب. يعني كون السلطة السورية تريد أن تكون في موقع قانوني صلب متين، عليها أن تفعل المؤسسات الدستورية، وهناك استحقاق انتخابي جرى كالمعتاد مهما كانت الأسباب الأخرى. يعني حتى لو كان نتيجة المفاوضات التي تجري في جنيف يتم الاتفاق على انتخابات جديدة قد يحصل ذلك، لكن لا تستطيع المؤسسات السورية في الدولة السورية أن تعطل نفسها وأن تدعي شرعية. هذا أمر طبيعي جدا ما قامت به، ومن الناحية القانونية ومن الناحية المنطقية سليم جدا. وهو أيضا له أبعاد سياسية دكتور خير الله سنتحدث عنها بعد قليل، لأن هذه الانتخابات كما سبق وذكرت الانتخابات التشريعية في سوريا بينت إذن قدرة الدولة والسوريين على تنظيم انتخابات للمرة الثانية برغم من الحرب. وانتقل الحليف الروسي من التساؤل عن توقيت الانتخابات وتأثيرها على العملية السياسية في جنيف إلى موقف الداعم لها واعتبارها منفصلة عما يجري في جنيف. ديما نصيف.
مرة ثانية يذهب الناخبون السوريون وسط الحرب لاختيار مجلس للشعب. القرار بدعوتهم إلى استحقاق دستوري حمل أيضا رهانات ورسائل كثيرة، أولها سياسي يرد على الإرهاب في صناديق الاقتراع، وهي الرسالة التي قرأها الرئيس السوري بشار الأسد بعد الإدلاء بصوته. صحيح، تمكن الإرهاب من تدمير الكثير من البنية التحتية، تمكن الإرهاب من سفك الكثير من الدماء، لكن لم يتمكن من تحقيق الهدف الأساسي اللي وضع له، وهو ضرب البنية الأساسية في سوريا، البنية الاجتماعية الهوية الوطنية. بعد آخر حمله التوقيت، فالانتخابات تجري لإدامة مؤسسات يتأهب الحوار السوري السوري في جنيف لطرح مستقبلها على طاولة البحث، رغم اعتراض الكثيرين عليها من خصوم أو حتى من أصدقاء. فالناخبون السوريون شهدوا انتقال موقف الحليف الروسي خلال توجههم إلى صناديق الاقتراع، من التساؤل عن توقيتها واعتبارها جزءا من العملية السياسية إلى الفصل بينهما، لأنها تجنب سوريا الفراغ الدستوري كما قال الوزير سيرغي لافروف. التغيير في الموقف الروسي قد يكون درءا لتعميق السجال والخلاف مع دمشق في لحظة الحوار السوري السوري في جنيف، وقد يكون أيضا ردا على انتكاسة هدنة حلب التي راهن عليها الروس كثيرا في مواجهة الهجوم الذي قام به الأتراك والسعوديون عبر مجموعاتهم المسلحة. طوابير الانتظار على تباين الاحتشاد في المراكز الانتخابية تفصح أولا عن رغبة من جاء هنا بدعم الموقف الرسمي، وتعكس ثانيا قدرة الجيش والحكومة على تنظيم انتخابات في ظروف الحرب. فرغم كل التهديدات بلغ عدد المرشحين رقما يعكس طلبا للسياسة وإرادة بحماية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع. إن البعد الأخير لهذه الانتخابات هو انطواؤها على توافق كبير بضرورة استمرار مؤسسات الدولة حتى بين من تلكأوا عن الإدلاء بصوتهم. فحول مراكز الاقتراع لا تزال تقوم بيئة تحصن مؤسسات الدولة عبر احترام استحقاقاتها الدستورية، وهذا ما فعله من جاء من السوريين للإدلاء بصوته من أجل أن تستمر الدولة. ديما نصيف، دمشق، الميادين. إذن كما قلت دكتور خير الله، وأيضا يعني زميلتنا ديما عادت وأكدت هذا الموضوع في تقريرها، حماية مؤسسات الدولة والدستور، ولكن هناك بعد آخر لهذه الانتخابات وهو بعد سياسي. برأيك أي رسالة سياسية بعثت بها دمشق اليوم من خلال تنظيم هذه الانتخابات؟ نعلم أن هناك أطراف تعارض، مثلا الطرف الأمريكي منذ بداية الأحداث في سوريا كان الهدف من الموقف الأمريكي تعطيل المؤسسات الشرعية، بدءا بالقول أن الرئيس السوري غير شرعي بشكل يتناقض مع القانون الدولي، مع ميثاق الأمم المتحدة، يتناقض مع كل منطق تعامل دولي. ثم عمدت الإدارة الأمريكية إلى تشجيع تعطيل المؤسسات الأمنية، وهذا أخطر ما يكون. فنذكر مثلا وزيرة الخارجية السابقة السيدة هيلاري كلينتون التي كانت تحض المسلحين على ألا يلقوا السلاح كما عرض الرئيس السوري في حينه، لقاء كل من يلقي السلاح هناك نوع من عفو عام أو سوى ذلك، فقالت لا تفعلوا ذلك. يعني الموقف الولايات المتحدة كان تعطيل المؤسسات الشرعية، تعطيل المؤسسات الدستورية، حتى لو كانت النتيجة أزمة أمنية دموية كما حصل. وهذا عدا عن التدريب والتسليح والرعاية وماذا فعل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. فموقف الولايات المتحدة أن هذه الانتخابات غير شرعية ولا تحظى بقبول الشعب السوري. صحيح أن الشعب السوري مشتت وليس جميع السوريين باستطاعتهم الانتخاب بشكل هادئ كما يتوقع من كل دولة، من كل بعضهم مهجرين، بعضهم خارج مدنهم وقراهم، لكن بالموجود هناك إدارة تمكنت من أن تفرض شرعية على الأقل للذين يقيمون على الأراضي السورية بأن يدلوا بأصواتهم ويختاروا ممثلين لهم. طب دكتور خير الله، هناك تزامن بين هذه الانتخابات وإعادة انطلاق المحادثات في جنيف. وزير الخارجية الروسية يقول بأن الانتخابات ليست بديل عن عملية تفاوضية
في جنيف، إذا هي ليست بديل، هل تراها معرقل أو عامل عرقلة ربما؟ أنا لا أعتقد أن هناك عامل عرقلة. كما ذكرت، إذا تم الاتفاق على انتخابات جديدة على أساس دستور جديد، فيمكن أن تجري هذه الانتخابات. أما تعطيل مؤسسات الدولة قبل بلوغ أي اتفاق، فهذا يتعارض مع المنطق، يتعارض مع مصلحة سوريا الدولة، سوريا المجتمع، سوريا الشعب. والانتخابات كانت عملية منطقية لا تعطل شيئا أبدا. لكن من لا يريد هذه النتيجة الآن، حتما الولايات المتحدة وسواها يدركون أن إجراء الانتخابات بالشكل الذي حصلت فيه والإقبال الشعبي بالشكل الذي حصل فيه يدل على نوع من قبول معين بالنسبة للحفاظ على مؤسسات الدولة من قبل الشعب السوري أقله. طب نتحدث عن مؤسسات الدولة دكتور خير الله، وتحدثت عن تشكيك بشرعية الرئيس الأسد منذ بداية هذه الأزمة إلى اليوم. هذه الانتخابات تعطي أيضا يعني برأيك مزيد من الشرعية للرئيس الأسد بعد كل هذه المرحلة من التشكيك بشرعيته بالنسبة للدول الغربية والدول التي دعمت المعارضة؟ على الأقل تعطي نوع من الاطمئنان إلى أن الشعب السوري حريص على دولته، حريص على عمل مؤسسات دولته بالشكل الدستوري الذي يؤمن استمرارية طبيعية. الآن اختيار الرئيس لم يحصل فيها نتيجة لهذه الانتخابات، لكن هناك انتخابات قادمة للرئاسة وهذا أمر آخر. لكن الشعب السوري نوع من الرضا على الاستمرار في تفعيل المؤسسات الدستورية السورية لكي تكون الحياة بشكل طبيعي بقدر الإمكان، وخاصة من الناحية الأمنية. يعني هذا الإقبال هو نوع من خيار الشعب السوري في الحرص على مؤسسات دولته واستمرارها. شكرا. وهذا أمر لا يمكن لأي طرف خارجي أن يتجاهله. شكرا دكتور داود خير الله، أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج تاون، كنت معنا من واشنطن. إذا مشاهدينا، مع هذا الموضوع نصل إلى ختام المسائية، لأن نعيد التذكير بعنواني ملفيها. اعتصام النواب العراقيين متواصل وسط تفاقم الخلافات، والبرلمان يصوت غدا على حكومة التكنوقراط. هل تجاوزت الأزمة الحكم والحكومة؟ السوريون ينتخبون برلمانا جديدا برغم الحرب ومنع الفراغ في السلطة، أبرز الرسائل، فما هي الأبعاد السياسية لإجراء الانتخابات؟ للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، وموقعنا بالإسبانية espanol.elmedin.net، وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا تنتهي المسائية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.